السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة أبارتمون كلاس، القناة اللي مختصة في بيع العقار. بيع العقار، إذا كنهضروا على العقار، إما فيلا إما شقة إما برطمة إما فيرما. هاد القناة هذه راه تابعة للوكالة العقارية AVL ايمو سيرفيس، اي الوسيط العقاري الاحترافي للوكالة العقارية ديالو، كتواجد بحي رياض الزيتون، والمقر ديالو بحي رياض الزيتون بالقرب من المرجان السكنة او البنك الشعبي ديال رياض الزيتون. كنبغي نرحب بكم. قبل ما غادي ندوزو نبدا في الفيديو ونبدا نشرح في الفيديو ديالنا، كنقول للناس اللي كتشاهدنا اول مره، راه الفيديو ديالنا كيتميزو بداك اللوغو اللي كتشوفوا الفيديو الفوق اللي سميتو افيل اون اورانج. علاش كنقولها ديما؟ بحيث راه خرجوا قنوات اخرين كيحاولوا في مكناس بالضبط، كيحاولوا باش يقلدوا القناه ديال ابارتمون مكناس بلو ميم نو و بلو ميم مهم بلو ميم نو لو ميم لوغو، مازال ما وصلناش ليها. الوغ بالنسبه بلو ميم نو، على بركه الله ما غاديش نكثر لكم في هذه الهضره. مرحبا بكم جميعا وشاهدوا معنا هذا الفيديو هذا. غادي ندوزو الشرح ديال هذا الفيديو هذا. بالنسبه لهذه، هذه جبنا لكم ولا جبنا اليوم، هذه عبارة عن منزل كامل اللي فيه طبق أرضي، طبق أول ونص من الطبق الثاني. كيفاش نص من الطبق الثاني؟ بزاف الناس ما غاديش يفهم، غير نص اللي مبني في الطبق الثاني، راه ما مبنيش كله. يلا واحد لا شومبر والحمام ديالها هما اللي مبنيين، اللي بقى كله راه بقى عبارة عن سطح. المهم انا غادي نزيد نشرح هادشي من بعد. بالنسبة للطبق الأرضي راه فيه شقة اللي فيها صالون او سيجور وجوج ديال لي شومبر، وخارج كراج بوحديتو. راه ما استطعناش باش نصورو الشقه ديال الطابق الارضي، راه ماشي ما بغيناش ولا ما خدناش الوقت، لا راها كانت مكريه وراها لي حتى الان مكريه الدار، ما يمكنناش ندخلو لها ناس بدون الاذن ديالهم ونصورو ولا شي حاجه. كنحترمو الخصوصيه ديال الانسان وبزاف ديال الامور، راه عادي. الوغ صورنا الدوزيام ايتاج ولا بلوتو صورنا البرومييي ايتاج والنص ديال الدوزيام ايتاج، ستاتيغ داك السطيحه ولا تيراس ديالها، ماشي تا سطيحه، بلوتو واحد لا شومبر والحمام كاينين في السطح، عاد راه فوق منهم داك كيما كنقولو سطيحه ولا فين كنديرو البارابول وداك الشيء. الوغ هاد الشقه هادي اللي كتشاهدو حاليا راه كتكون من صالون سيجور كبار كيما كتشاهدو، جوج ديال لي شومبر، جوج ديال لي شومبر، وحده بجوج بيهم بلوتو بلي بلاكار، وحده كطلع على الشارع وحده كطلع لاكور، كذلك الصالون وكوزينه اللي كطل كوزينه تبارك الله بلي مصاوبين فيها لي بلاكار ديالها، كطل على الشارع، زائد حمام وان فاسك دو ريسبسيون. فاش كنصايو من هاد الشقه هادي ديال البرومي ايتاج راه كنطلعو في الدروج، الناس اللي غادي يشاهدوا الفيديو حتى الاخر راه كنطلعو في الدروج، عاد كنلقاو تخوازيام شومبر بيت الثالث اللي تابع لهاد الشقه هادي، كاين الفوق بوحديتو زائد عنده الحمام ديالو وعنده لا تيغاس ديالو. اذا بقاو معنا باش تشاهدوا الفيديو كامل. هاد الشق هاد الدار راه المساحه ديالها 110 ديال المتر كاري، محفظه، جايه في موقع قريب من التيرمينوس ديال الطوبيس، المحطه الاخيره ديال ستاسيون ديال الطوبيس ديال الباساتين ولا اللي كتسمى بعين سلوكي، المواصلات قرابين، كل شيء قريب، المرافق العموميه كلها قريبه. بالنسبه للثمن ديالها 130 مليون، وراه قابل للنقاش، قابل للتفاوض، واحد الشيء شويه بيان سور، هذا الشيء اللي درنا مع الناس مع مرنا الدار، راه ممكن يكون هناك حوار وتفاوض في هاد الاطار هذا ديال الثمن. اذا ما غاديش نكثر عليكم بزاف الهضره، بقات لي حاجه اخرى هي ما تنساوش الدعم ديالنا كما كنقول لكم ديما بالاشتراك في القناه ديالنا، باسكو ان شاء الله راه كنحاولوا ما امكن باش نجيبوا فيديوهات جداد وكنخدموا عليهم ان شاء الله باش غادي نجيبوا فيديوهات احسن واحسن واحسن ان شاء الله بحول الله، الله يقدرنا. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو باش هو يزيدنا القدام، نحسوا براسنا راه حنا كنخدموا وكنديروا شي حاجه اللي هي بوزيتيف. وما كيبقى لي الا نشكركم ونعرض عليكم باش انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر، لربما يعجبكم ولا ربما تعجبكم الدار، وشكرا جزيلا.